صبحكم الله بالخير، حياكم الله. حلقتنا اليوم راح نستفتحها من جزيرة شروعه. وايد من أهل قطر ما شافوا جزيرة شروعه ولا شافوا معالمها الجميلة. بنحاول نغطي لكم أغلب زوايا الجزيرة وأحلى مناظرها. أخلكم معانا ست قهوة وأخذ لفة عليها وياكم. حياكم الله. ساعة أدور حصى ثقيلة نفس هذا الشكل المثلث. في شغلة في بالي بتصل بتراثنا والأدوات القديمة البحرية اللي كانوا يستخدمونها. كانوا يأخذون الأحجار هذه سواء يستوردونها من بلاد الشرق ويصنعونها أو يسوونها جاهزة من بعض الأحجار المحلية. هذه إن شاء الله بنشتغل عليها وبنسوي لكم منها السن القديم اللي كانوا يستخدمونه في الغوص، وكانت له يعني ميزة حق أهل الغوص خاصة وحق أهل المحار خاصة. إن شاء الله نتوفق وتضبط ويانا إن شاء الله يا رب. وقفنا على أحد الجبال اللي في الطريق وإحنا رايحين شرق الجزيرة. لفت انتباهي إن في كوخة، ما أدري هل هي كوخة جديدة ولا كوخة قديمة، ما أدري. اللي يصيد الطير اللي عابر فوق الجزر أو فوق قطر يكوخ بهذه الطريقة، يكون هني قاعد وعنده فتحة وحاط الحمامة هناك على أساس يحول عليها الطير يحط عليه تشبكة ويصيده. ما أدري الكوخة حق من، لكن الله يوفقه شكلها جديدة، شكلها جديدة. هذا المكان اللي صدت أنا بالغلط، أكيد في ناس غير يعرفونه، ولكن يوم لقيت أنا بروحي صراحة تفاجأت. ما توقعت أن التجويف ما رح ينتهي هنا، في شيء ثاني. صور فوق 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 هنا، في تجويف ثاني فوق هنا متكون، هل هو بعوامل التعرية أو بدخول الماي أو ما أدري شو اللي سوى هذا الصدع في هذا الجبل الصغير اللي عندنا. شيء عجيب، شيء عجيب الكيف. في هذا المكان تقريبا الارتفاع يوصل إلى 5 متر، ولكن في هذا التجويف اللي نشوفه يمكن يوصل إلى 8 متر 9 متر وأكثر إلى آخر الجبل. لذلك اللي ضاع دخله علينا. مثل هذه الأماكن عندنا في قطر مو بوايد، فحلو إن إحنا نحافظ عليها مثل ما هي على طبيعتها. دخلنا من شمال وطلعنا من شرق. هذا الكهف غطينا لكم إياه، وايد من هالقطر ما يعرفونه، وأتمنى الحفاظ عليه. نقلنا لكم صورة حلوة عن شروعه ونكمل نرويكم باقي الأماكن الحلوة. صار لي نص ساعة أدور شيء ممكن يناسب أن أستخدمه حير. قلنا لكم من قبل أن إحنا نستخدم الأدوات الحديثة وكذلك الأدوات القديمة اللي يستخدمونها أهلنا. هذا اللي راح أسويه وشو؟ هذا الحير بستخدمه حير، مثل ما كان ينزل الغواص القديم بالحير. بنجرب الطريقة بالضبط، نسوي فتحة في الحير وفي حلقة من الحلقات راح نستخدمه. وخلكم ويانا. هذا وزنه شوي أكثر، ولكن بحكم أن أنا ألبس البدلة طفحني شوي، هذا بيكون مناسب.
الحين بنحاول نسوي فيه فتحة. قديما كانوا يستخدمون أدوات متعبة ويأخذون وقت طويل، لكن احنا بنحاول بالدرل نسوي الفتحة الحين بسرعة ونرتب الحير حق نزلاتنا الجاية إن شاء الله. الحين بنربط الحير بالحبل، بنسوي الحلقة اللي فوق اللي الغيصة حطريلة فيها. بداية رتب الحير، هني حطريلي وهذا الحير، واسحب الحبل علي يصير وزني وزن الحير واحد، نكون كتلة واحدة نازلين تحت. الحير جهز والحير رايحين على الهير إن شاء الله، نشيل المحار وعقب ردي البيت. نيراننا الهيرن التالي على مغيب نعش، واللي يساوي في البوصلة الحديثة 337 درجة. طلعنا من اشراعه وفي الطريق الرد وقفنا على هير بسلة. هير بسلة يتراوح عمقه من 10 إلى 11 متر، محارته زينة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا منها بالقماش الطيب. بانزل برويكم في الهير وعقب نفلق إن شاء الله على خير. دعواتكم لنا بالتوفيق. بسم الله. هير بسلة. في وقت وصولنا على الهير كان وقت السقي، يعني وقت المد وارتفاع منسوب المياه، وكان التيار قوي لدرجة أنه يجرفني الورق. ففي منتصف الشهر العربي وفي بدايته ونهايته نصادف قوة التيار، وتلاحظون قوة التيار من ميل الأعشاب البحرية وسباحة الأسماك في مكانها، وتشوفوني أثبت نفسي بالسكين من قوة التيار. انتقاء المحار في القاع مهم على كثرة المحار، إلا أني أترك المحار اللي يغلب على ظني عدم وجود اللولو فيه لمعايير تعودت أشوفها في المحارة اللي فيها لولو.
الهير الله يبارك غني بالمحار، وهذا شيء يدل بأن البيئة هني نظيفة وحية. خلصنا رحلتنا اللي كانت مدة يومين، وآخر هير حولنا عليه هرب السلة. سبحان الله كان التيار قوي، شيء خيالي، يعني يمكن مرتين شفت التيار بهالقوة. وبنمشي على راحتنا للدوحة وإحنا نفلق المحار، عسى الله يرزقنا بشيء طيب منها. قول آمين. قول يا الله على بابك وما خاب طلابك. هذه المحارة سمونها المجوخة، ماخذ لون الجوخ اللي الأولين يلبسونه. الهيرة ذي تميز بالمجوخة والمصقولة. أنا أفضل المصقولة، دائما القماش يطلعني في المصقولة، ليش ما أدري، حتى الأولين يمدحون المصقولة. واللي لاحظته في الهير أن من أشيل واحدة أحصل عليها فصمة، اللي هي المحارة الصغيرة هذه يسمونها فصمة، معناته الهير قاعد يتجدد ويتكون مرة ثانية جيل جديد من المحار. العودة هذه كل سنة سنتين تموت وهذه تأخذ مكانها. فدائما أركز على الكبيرة أنا وأخلي الصغير. لكن هذه الهواية بالنسبة لي شغف. شلون يعني شغف؟ يعني ما في شيء يوقفني عنها. لو حبيت الشغلة وصارت بالنسبة لك شغف تأخذ وقتك كله. كون الصوت يروح الأمرض شوي عشان ما يردني عن الغوصة كلش. الحمد لله توفقت بحبات حلوة صغيرة لكن حلوة. الكبار إن شاء الله نقول جايين في الطريق. هذا هرب السلة، موعدنا وياكم إن شاء الله على الهيرات الجاية الثانية، شرقية وشمالية، وشمالية شرقية إن شاء الله. خلكم متابعين إلى ما نحصل الدانة ونقول الحمد لله على هذا الشيء الطيب.